أسسها لويس فرانسوا كارتييه في باريس عام 1847. كارتييه علامة تجارية فرنسية للسلع الفاخرة، تصمم وتصنع الساعات والمجوهرات الراقية. من بين جميع دور تصميم الأزياء والمجوهرات الرائعة في العالم، لم يصل سوى القليل إلى مستوى كارتييه، وتعتبر اليوم من أشهر مصممي المجوهرات في العالم. ومع ذلك فإن الكثير من أصول الشركة يكمن في صناعة الساعات وليس المجوهرات. تدير كارتييه أكثر من 200 متجر في 125 دولة.